زمالك كارتيرون مختلف عن زمالك باتشيكو. زمالك كارتيرون حتى الآن 13 هدف في 11 مباراة، أما زمالك باتشيكو 6 أهداف في 14 مباراة. لازال هناك مشاكل في الجانب الدفاعي بالنسبة لكارتيرون، هل هي منظومة أم هي أفراد؟ لا طبعا هي منظومة طبعا، ولكن كارتيرون يمكن البداية بتاعته ما كانتش لسه موفقة، ولكن هو بدأ يخلق حلول لنادي الزمالك. يعني لما تيجي تبص مع كالتون مع نادي الزمالك دلوقتي، زي ما قال الكابتن دايماً، نادي الزمالك عنده حلول كتير، عنده لعيبة جيدة كتير، عنده مجموعة لعيبة سواء أفراد أو جماعية. لا، في شغل بيتعمل، وبالذات نادي الزمالك لما تيجي تبص على آخر 10 لقاءات لم يهزم في أي لقاء، 7 فوز و3 تعادل، فدي أعتقد حاجات كلها إيجابية. زيد على كل ده كمان إن بقى في بس الفوز بيبقى صعب، ما هو ده اللي انا هتكلم فيه، بس كويس ان الاصرار ده موجود تماما، انك انت حد الدقيقه 90 92 93 انت لسه بتحارب على الفوز، فده في حد ذاته بيدي دوافع معنويه كبيره جدا. انما انا اعتقد ان كالتيرون فتره التولي بتاعته الاولانيه كان دايما هو رد الفعل، كان دايما بيلعب على الكاونتر اتاك، بس سواء بيستخدم احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي، ولكن دلوقتي بقى فيه تنوع، لان كمان عنده سيف الدين الجزيري كمان بيمتاز بالسرعه، لعيب من اللعيبه الجيدين، عنده فيجاني ساس لعيب كوره من اللعيبه الجيدين، عنده اجنحه كمان بتشتغل بشكل كويس، حازم امام. انا ما بتكلمش على المسلوسي، لان انا يعني عندي علامات استفهام كتير على المسلوسي طبعا، لان نادي الزمالك ما اعتقد لازم يكون في المكان ده حد بيعرف يهاجم بشكل كويس ودافع بشكل كويس. انما انا اعتقد ان كالتيرون في الفترات الاخيره النواحي اللي هي الهجوميه مع نص الملعب ما عندوش اي مشكله خالص. النهارده كمان هيكون عنده مشكله في المدافعين، لان هو النهارده بيفقد محمود علاء، بيفقد محمد عبد الغني وطارق حامد، وطارق حامد طبعا اللاعب الوحيد اللي بيعرف يضغط في الزمالك بالظبط. ولكن خد بقى الناحيه الثانيه، النادي الاسماعيلي اعتقد ان يعني انت بتقول، سالت ابو جيشه سؤال ان ايهاب جلال ما اتحطش في مواقف صعبه او ما اتحطش في ماتشات كبيره، لا بالعكس، ماتشات كانت كلها ضغط نفسي صعب جدا على ايهاب جلال، لان النادي الاسماعيلي كان في موقف صعب جدا لازم يخرج منه، لان الماتشات دي بتبقى اصعب من الماتشات الكبيره. الماتشات الكبيره انت بتلعب قدام فرقه بتلاقي خطوطها مفتوحه بتهاجمك، انما الماتشات دي بتبقى ماتشات صعبه شويه. انما لو انت عايز تطلع نطلع ونبقى نكمل اكيد نكمل.